بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الطبي اليومي، برنامجكم ألو دكتور. واسمحوا لي اليوم أن أرحب بضيف العزيز استشاري جراحة العظام المفاصل الدكتور مازن كردي. دكتور مازن، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، الله يسلمك، شكرا على استضافتكم. حياك الله دكتور مازن. أعزائي المشاهدين، يمكنكم التواصل معنا عبر السكايب على فاكت فاكت 21 وفاكت فاكت 22، وأيضا يمكنكم التواصل عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم توجيه الأسئلة إلى الدكتور مازن عبر صفحتنا على الفيسبوك. دكتور مازن، حقيقة اليوم نحكي عن موضوع كثير مهم، هي ألام الركبة وأسباب ألام الركبة. ألام الركبة ألام حقيقة تؤثر على حياة مرضانا بشكل عام، فنحكي اليوم ما هي أسباب هذه الألام، كيفية تشخيص هذه الأسباب وتشخيص هذه الأمراض التي تؤدي إلى هذه الألام، والطرق الحديثة بعلاج هذه الأمراض. إحنا زي ما إحنا شايفين دكتور، جايب معك يعني موديل حتى نشرح للمرضى عن التركيبة التشريحية لمفصل الركبة، وأيضا نتحدث عن أسباب ألام هذا المفصل. حياك الله دكتور مرة أخرى. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا فيك. تفضل دكتور. أول شيء طبعا ألام الركبة هي بتصيب الكبار والصغار وأي عمر ممكن تصيب، لكن تختلف الأسباب. هلا تشريحيا كمان بنعرف إحنا الركبة بتتكون من نهاية مفصل، من نهاية عظمة الفخذ، نعم، وبداية عظمة الساق، نعم، وفي بينهم في الغضروف اللي هو الغضروف الهلالي، في جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي، وفي مجموعه من الاربطه، رابطين جانبيين، وفي الرابط الامامي وفي الرابط الخلفي، وفي حواليهم عضلات، كل واحد ممكن يعمل مشكله لحاله. الدكتور، اذا مفصل الركبه هو مفصل متعدد المركبات، نعم، يعني ممكن الامراض تنشا من مختلف، يعني أي جزء، تركيب اي جزء من هذا المفصل. صحيح. نحكي دكتور عن الـ 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 الاربطه. شو دور هاي الاربطه في حركه المفصل؟ هلا هي الاربطه هي بتصل، هو عباره عن مواد ليفيه، نعم، قاسيه، نعم، بتمسك بين العظمه والعظمه. نعم. هلا لو ما في رابط تفلت الركبه، فبين العظم والعظمة هي اللي بتمسك وبتحدد حركة المفصل. يعني هي نحكي تثبيت المفصل وتحديد حركة المفصل بشكل عام. صحيح. والغضاريف الموجودة دكتور؟ هلا الغضاريف في نوعين من الغضاريف، في عندنا غضروف بكون لازق على جدار العظم اللي هو على العظمة، وبسموه الغضروف الناعم اللي هو بسهل حركة المفصل. وفي الغضروف الهلالي اللي هو بين العظمتين، وعمليته امتصاص الصدمات، نعم، توزيع الأوزان، تثبيت، بساعد على تثبيت الركبة. نعم. دكتور، الآن السائل الموجود داخل هذا المفصل دوره وهل هو يستمر مع الإنسان مع العمر، ولا يتأثر مع أو تطوير هذا السائل يطور نفسه مع العمر، أم يتأثر سلبا مع العمر؟ لا، هو عبارة عن زيت، زي الزيت اللي احنا زيت الزيتون، نعم، وزيت النبات. هلا بيفرزوا الجسم عشان يسهل الحركة، كيف في السيارة في زيت سيارة عشان يسهل، نعم، هذا الزيت قلل من الالتماس بين الأعضاء، نعم، وبسهل الحركة بينهم. كميته بسيطة جدا، يعني عبارة الجسم بيفرز حوالي 5 نقاط باليوم، وبيمتص تقريبا نفس الهدف يوميا، بتغير يعني بيفرز، يعني في حركة دائمة وتغيير لهذا السائل الموجود بالمفصل. نعم. هلا اذا زاد عن المطلوب بصير منه ضرر ويشكي المريض، واذا قل برضه بصير يشكي منه المريض. اوكي دكتور، نحكي عن الم الركبه. يعني هذا الالم اللي بياثر على حياه كثير من المشاهدين. مبدئيا لماذا الركبه؟ يعني اكثر مفصل هو مفصل الركبه اللي ينتج عنه مشاكل والام يعني ويتاثر مع العمر. وطبعا لأسباب كثيرة، نعم. طبعا السبب الأولاني الوزن له أهمية كبيرة، نتيجة العمر، زي عجل السيارة أنت تستهلكه بيكون جديد بعد 4-5 سنين بدوب، هذا المفصل له عمر، مع زيادة الاستخدام برضه بدوب، فبيؤدي ألم، الإصابات برضه تؤدي إلى ألم، حركات اللي غير يعني مطلوبة تؤدي إلى ألم، أي شيء غير طبيعي بيأثر على الركبة
بيعمل يعني احنا بنحكي اي وزن غير طبيعي او زياده او جهد على الركبه ممكن ياثر ويسبب الم. صحيح. هل الالم مربوطه دكتور؟ يعني احنا رح نتحدث في حلقتنا اليوم عن خشونه الركبه، ولكن حابين نحكي عن الاسباب الاخرى اللي تؤدي الى الالام ومشاكل في الركبه. هلا الالام اللي بتصير من الركبه ممكن يكون سببها شد عضلي، ممكن سببها اجهاد زياده استخدام، ممكن سببها اصابات ما بسيطة أو شديدة، ممكن التهابات في الأوتار اللي حوالين الركبة. يعني فالإصابات يعني أي إشي بأثر على تكوينات الركبة ممكن أدي إلى ألم. أوكي دكتور، نحكي إن شاء الله مزيد عن أسباب الألام الركبة، ولكن نتواصل نلتقى هذا الاتصال من هند عرقات. هند السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. اتفضلي دكتور مازن معك. يلا مرحبا دكتور. ميت مرحبا، أهلا بك دكتور. أنا إيدي انكسرت 6-3 وهسه قال الدكتور جابر بس أصابعي ما بقدر أحمل إشي ثقيل فيها، بقول لي إنها تكلفت من عند المفصل الرسغ. ماشي ألف سلامة يا هند، إن شاء الله الدكتور رح يجابك. عامر محمد من إربد، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. تفضل. أهلا فيك. والله أمرت أنا أشكي من ألام ركبي، ويعني بالليل ما أخليش ما أعرفش أنام من وراها. نعم دكتور، ممكن تتواصل معه وتسأله الأسئلة. طيب أنت قديش عمرك تقريبا؟ أنا 16. نعم. في إصابات شيء؟ إصابات فيها؟ طيب ماشي. يعني تعرضت لإصابات على المفصل؟ لا لا. طيب هلا الوجع في المنطقة الأمامية ولا في أي منطقة من الركبة؟ المنطقة السفلية من تحت. من الخلف من ورا ها؟ لا لا من فوق، من فوق. من الأمام يعني مس. يعني عامر الألم عندك من أمام الركبة وأسفل الركبة. نعم. نعم. وأنا في السؤال الثاني دكتور. نعم. سؤال ثاني. تفضل. أنا أشكي من ألم ظهري من تحت. أروح على الدكتور بالمستشفى يقعطين بزاز وحبوب ما بستفيد عليه. عامر انت عمرك 16 سنة يا عامر، يعني في 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 مشكلة بالموضوع حقيقة. طيب الوجع ظهرك بنزل على رجليك ولا ما بنزل؟ بنزل. طيب في خضران في رجليك؟ خضران لا. طيب ماشي. يلا ألف سلام عليك يا عامر. دكتور هند عرقات تحكي انه في تكلس صار بالمفصل بعد ما تعرض للكسر. لا هو احنا شو اللي بيصير؟ اي كسر في اي طرف نضطر احنا نعالجه اما تحفظيا بالجبصين او عن طريق اجراء جراحي. هلا هو تعالجت واضح انه تحفظيا لنتيجه انه هذا حطت الجبصين، هلا المفاصل بتتصلب. نعم. هلا بعد تصلب المفاصل بدها تليين، التليين طبعا البسيط انه تحط ايدها بمي سخنه صبحه مساء 10 دقائق و10 دقائق تحرك وهي في المي تحرك اصابعها. فهذه بتؤدي الى اعاده تليين المفصل. يعني هي بدها فقط علاج طبيعي. بس يعني شبه علاج طبيعي. مؤقت ممكن. عامر الدكتور عنده مشاكل زي ما وصف في الجهه الاماميه السفليه للركبه. حتى انه في عنده الام اعراض الام العمود الفقري. هلا بالنسبه للركبه واضح انه عمره 16 سنه. واضح انه بالركبه في عنده شغله بسموها عدم استقرار في صابونه الركبه. هلا الصابونه هذه لازم تكون في جاي في نص القعر هذا. فهلا ازاحت يمين او شمال بتؤدي الى الم مع صوت زي طقطقه او شغله. فهذه سببها ضعف العضلات الرباعية للفخذ، فبده تمارين للفخذ. هذا بالنسبة للركبة. هلا بالنسبة لظهره احنا عندنا بقى عمره في مشكلتين، اما مشكلة روماتيزمية تكون سببها او ممكن سببها ديسك. فما صعب الا بالفحص السريري وبعض الفحوصات عملها. يعني هو بحاجة تابع طب اختصاص بهذا الموضوع. صحيح. دكتور ننتقل الى المفرق، ليث المشاقبة ثم ابراهيم خلف من مادبة. نبدا بليث. ليث السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا ليث. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعافيك ليث، تفضل دكتور معك. دكتور أنا معي صورة رنين مغناطيسي. نعم أخوي. فحكوا لي معك احتكاك تأكل بالركب وسؤال على الركب. قديش عمرك؟ عمري 27. 27 سنة. بس طيب. مرات أبطل أوقف منها عليها من مرة، فقالوا لي احتمال من الدس.
انت لا ما لوش علاقه بالموضوع، قديش وزنك؟ وزني 65. شو بتشتغل؟ شو طبيعه عملك؟ اجهزة امنيه. يعني ما فيش جهد. طيب ماشي. كم عمرك يا ليث؟ 27 سنه. نعم، ألف سلامة. إن شاء الله الدكتور الآن يعني بجاوب أسئلتك. الله يسلمك. من مادبة إبراهيم خلف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا إبراهيم، أهلا وسهلا. حياك الله يسلمك. الدكتور مازن معك، تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دكتور أنا عندي ألم من لوحة اليمين الكتف. تفضل. على الإيد اليمين لغاية الإصبع الصغير والثاني في انخدران بسيط. ورحت على اعطوني ابره تحت الكتف ولا وما جابت نتيجه. طيب ماشي. يعني الم بمفصل الكتف. نعم. من تحت اللوحه على اليد كامله. فهمنا عليك ماشي. خير ان شاء الله. الف سلامه يا ابراهيم. سلام. دكتور ليث المشاقبه يعني احتكاك عمره 27 سنه. لا هو وزنه 65 كيلو. واضح انه التشخيص مش صحيح، واضح. يعني ولكن عنده MRI، عنده رنين مغناطيسي. الرنين هنا الخشونة احنا نشوفها او التآكل نشوفها في صورة عادية، ما بتحتاج للرنين. واضح انه هو الطريق اللي ماشي فيها مش صحيحة. نعم. فلازم نشوف طبيب عظام يعني يفحصه جيدا ويقدر الامور. انا ما اتوقع في خشونة، غالبا في سبب اخر. يعني ممكن يكون في مشكلة غالبا بالغضاريف. غالبا بالغضاريف أو في الأربطة. غالبا بالغضاريف. دكتور إبراهيم بيحكي إن الكتفه في عنده مشكلة بالكتف. هو يعني شكله قريب من مشاكل، هو اللي بيحكيه أعراض ديسك في الرقبة. نعم. وطبعا إعطاء إبرة مش صحيحة في المكان اللي أخذها. نعم. وبده بعض الإرشادات وبده بعض الأدوية، فبده ومرات بنحتاج لصورة رنين، بس الخطوة الأولى بده بعض الإرشادات، ما يحمل إشي تقيل ولا يحمي رقبته، وبده بعض العلاجات بتصير أموره كويس. دكتور ممكن تلقى اتصال بعد نرجع لموضوعنا. امرأة من عمان، بعدها صالح أحمد من مفرق. امرأة من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا امرأة، تفضلي. يعطيك العافية أنت والدكتور. يا الله يعافيك يا حجة، تفضلي. معلش أنا عندي احتكاك بالركب. ألف سلام عليك. وبصير سوائل فيهن وبرمل. نعم. وباخذ اخذت ابره زيت مره وابره بلازمه وبروح على دكتور بسحب لي المي اللي فيهم ثاني وبقعدن فتره وبردن يرمن وكثير والله بيقل مني. يعني كم عمرك يا حجه؟ عمري 55 سنه بس والله وزني 90 كيلو. طيب ماشي. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. شكرا. الف سلامه. ننتقل لصالح احمد من مفرق. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه دكتوري. الله يعافيك. كيف حالك يا امي؟ حياك الله يا حبيبي. بدي اغلبك بس عندي طفل عمره 5 سنين يا دكتور. نعم. واروح في التنوب بلا مؤاخذه ضربت فيها ومعامله يا حرام طول اليوم بعيط منها. انا مش عارف شو القصه، مش عارف وين اروح، شو اعمل؟ هو صار في زي الصوت انقطع بالجمله الاولى. ألم في الركبة. الطفل ماكل ضربة على ركبته بالضبط. إصابة يعني على ركبته. بلا مؤاخذة نافخة ومعنى وزي النار يا دكتور. طيب ماشي. أوكي. من جابك إن شاء الله. من جابك يا أحمد يا صالح. دكتور عبر الدكتور عبر تعليقات الفيسبوك، دكتور الديسك 4 فقرات بظهري منذ 5 سنوات. أصبح الآن وجع، أحس أن فقرات بتزيح على جنب. يعني وجع على الركب رجلين. حقيقة في ربط بمعظم الأسئلة قاعدين بربطوا دكتور إنه الألم الركبة سببه الديسك ولا هو موضعي بالركبة؟ يعني لا ما ملاحظ على هذا الموضوع. لا هو الديسك ممكن ينزل الأوجاع باتجاه الركبة الأطراف والركبة. نعم. بس ما لهم علاقة مع بعضهم. لأنه يعني الألم بيكون ألم ريفيرال بين ألم ريفيرال. مش ألم حقيقة بمكان الألم. وممكن يكون الألم بمكان آخر بينعكس على هالمنطقة. صحيح. دكتور أوكي نرجع لأسباب بدك نحكي مع امرأة نحكي طب ناخذ اتصال ونجاوبهم كلهم مع بعض ولا شو رأيك؟ أوكي. من عمان محمود القريوتي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا محمود، تفضل. يا حياك الله. احكي مع الدكتور لو سمحت. الدكتور معك بسمعك، تفضل. شكرا. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. الله يسلمك. يا حياك دكتور لو سمحت، بالله بدي اسالك. انا في عندي ركبتي اليمين قبل يمكن شهر 7 او شهر 8 فجاه هيك ما حسيت اللي هي بتألمني، اجيت انزل من السياره مش قادر ادعك عليها.
وبعدين استمرت لغايه الان بتالم. مرات بحس حالي عادي، مرات لا، اكثر الاوقات بتالم. كم عمرك؟ عمري انا 60 سنه. سكري ضغط في عندك شيء؟ انا والله ضغط لا، سكري خفيف يعني، مش باخذ المساعد بس. طب في اصابات عليها الركبه؟ لا مش خابر معاه يعني، هيك فجاه ما في اصابه ولا اي شيء. شو بتشتغل ولا ما بتشتغل هلا؟ حاليا تقاعدت لي فتره. شو بس بطلت شوي بتخليص البضائع. تخليص كنت تشتغل ماشي خير. يعني ما في جهد على مفاصلك العمل. رجعت طبيب يعني معين ولا ما راجعت؟ بديت على زمان مراجع طبيب من الجامعة، قالوا لي يعني لأنه كان رجلين في الركبة سنتين، بس حاليا اليسار ما بحس فيها أي ألم في الركبة، بس اليمين ماشي. كانوا قايلين لي إنه شغلة شو اسمها مش خشونة، أقل يعني، هيك احتكاك بسيط يعني، أو خشونة هيك بسيطة يعني. ولكن الألم اللي أجى عندك يا محمود فجأة؟ بس هذا الألم اللي أجى برجلي اليمين فجأة هذا إله بس من شهر 7 العام. يعني كان قبل هيك في ألام ولا هذا الألم أجى فجأة مرة واحدة؟ لا لا واحدة. ما كانش ما أوكي. كان وفي عندي يا دكتور شغلة ثانية يعني بالزمن، يمكن قبل 12 سنة رجلي اليسار فلشت القدم. هذاك شيء آخر. هذاك شيء آخر ما له داعي. شغل ثاني. السلام عليكم محمود، ننتقل للزرقاء. فايز أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله ورحمة دكتور. حياك الله يا فايز، تفضل. شو أخبارك يا دكتور؟ الله يسلمك. حياك الله، تسلم يا أخوي. دكتور معك تفضل. دوري على أساس يا دكتور. الله يحفظك يا رب ويعزك. تفضل دكتور معك. دكتور عندي المفاصل، عندي مفاصل الركب اللي بتحت عند رجلين، وعندي الركب وعندي الخواصر. هذول أنا يعني ما بعرفش اتربع بالمرة، تربيع ما بعرف اتربع، بظني ما ادري جاي. بس قديش عمرك؟ عمري 52 سنة. طيب ماشي ان شاء الله. اوكي الف سلامة دكتور. نجاوب على الاسئلة. ايش فايز، في شيء اضافة عندك؟ والله يا دكتور انا بقول لك زي ما قلت لك، عند المفاصل، عند المفصل يعني، عندك مجموعة مفاصل بتوجعك مش مفصل معك. عندي المفصل الكعب، مفاصل كعب اليد والركب ان شاء الله. استاذ فايز احنا ان شاء الله يوم الأربعاء راح يكون معنا اختصاصي روماتيزم إن شاء الله، وراح نحكي بهذا الموضوع، ولكن الجواب المبدئي راح تأخذه من الدكتور مازن كردي. الآن دكتور نرجع عدة أسئلة من عند امرأة من عمان، احتكاك في الركب عندها وتضرب إبر وضربت هيدرونيك أسيد والخلايا الجذعية وعدة أمور أجرتها ولكن تستمر الأمور عندها، قاعدين بسحب السوائل. احنا خلينا نتفق احنا نعم. هلا هذا التآكل الركبي هو عبارة عن مشكلة ناتجة عن استهلاك العمر. فكل الناس بعد عمر 50 سنة ذكورا او اناثا لازم يصير عندهم تآكل بدرجات مختلفة. هلا في عوامل بتزيد هذه المشكلة وفي عوامل بتقلل. يعني من العوامل اللي بتزيدها مثلا زيادة الوزن، طبيعة العمل، مثلا البليط عليه جهد أكثر على مفاصله صحيح. من إنسان قاعد في مكتب. فإذا الرياضيين استخدموا مفاصلهم أكثر، الإناث أكثر من الرجال، كل هدول عوامل بتؤدي إلى تآكل مبكر أو مؤخر. هلا كل التآكل بيؤدي إلى ألم، كل التآكل بيؤدي إلى تورم، كل التآكل بيؤدي إلى محدودية بالحركة. هلا إحنا شو المطلوب منا كمرضى؟ هلا المرضى اول شيء بده يراجع طبيب يشوف نسبه قديش التاكل وعليها يحدد بعض الارشادات اللي مطلوب منه. الارشادات والاجراءات دكتور. ايوه دكتور حقيقي رح نحكي بمرض بالخشونه بالتفصيل الان. خلينا نجاوب دكتور الاسئله اجتنا. هو الطفل بالنسبه للطفل وكلهم حكوا عن التاكل نفس الشيء. بالنسبه للطفل واضح انه عنده اما اصابه شديده بالركبه او التهاب بمفصل الركبه، فلازم يراجع في أقرب وقت لأقرب مستشفى أو دكتور. إذن ألف سلام عليك إن شاء الله. دكتور خشونة الركبة، يعني مرض خشونة الركبة هو أكثر الأمراض شيوعا في أمراض المفاصل وخصوصا مفصل الركبة. حقيقة 10% حوالي من الناس بعد عمر 45 بصير عندهم بداية خشونة الركبة، ولكن في ناس قبل هذا السن بنشاهد بداية خشونة الركبة أو ألام شديدة من خشونة الركبة. ممكن نفسر دكتور ونشرح شو بنعني بخشونة الركبة؟ هو خشونة الركبة زي ما حكينا احنا في عنا الغضروف الزجاجي اللي لاصق للعظم اللي هو بسهل الحركة، بصير فيه في البداية جفاف
نتيجة العمر بقل السوائل أو المي فيه. بعدين بصير فيه زي تشققات، وبعدين بنتقل من تشققات إلى تآكل أو اهتراق. فبصير كل ما زاد كل ما زاد الألم، وكل ما زاد احتكاك بين العظمتين التنتين. يعني هو شيء ميكانيكي. شيء ميكانيكي صحيح. ميكانيكي يعني دكتور، وكل ما خفت السوائل الموجودة ما بين يعني طرفي المفصل يعني راح يصير عندنا مشاكل فيها. دكتور طب الآلام هاي هل هي مربوطة مع شدة مرض خشونة الركبة؟ لا مش ضروري. هلا احنا بنشوف ناس عندهم تآكل بسيط تكون عندهم آلام شديدة، وبنشوف احنا تآكل شديد وما عندهم آلام إلا بسيطة. هلا في عدة عوامل بتساعد، قديش نسبة السائل في الركبة، قديش إذا التآكل هل بيصطحب مع تمزقات في الغضاريف أو الأربطة بتزيد الأعراض، زيادة استخدام المفصل بطريقة خاطئة بتزيد الأعراض، مش دائما يعني الأعراض تكون ضروري مع نسبة التآكل. طيب دكتور نرجع للأسباب. الآن في أمور قاعدة بتأثر دكتور على نمو هذا المرض. فهذا النمو بتأثر في عدة أسباب، حكينا منها العمر، حكينا منها الجهد العالي على المفصل. شو الأسباب الثانية دكتور ممكن تؤدي؟ في الوزن الأساسي. نعم. يعني إحنا بنحكي للمرضى إنه أنت بتسوق سيارة ومطلوب لك إنك تركب 4 ركاب، حطيت فيها 8 ركاب، شو بصير في العجال السيارة؟ بهبطوا. نفس الشيء. هلا هذا المفصل مساحته تقريبا يعني حوالي 10 سنتي بعرض 7 سنتي، لازم يحول مثلا وزن 70، إذا صار وزن 90 زاد العبء كثير عليه. نعم. فهذا من العوامل الأساسية. دكتور في ناس ساكنين في عمارات عالية الطابق الرابع والطابق الخامس وما في عندهم أسانسيرات، هل هذا بيأثر على يعني على هذا؟ لا ما بيأثر على أداء الركبة. لا ما بيأثر على أداء الركبة. بالعكس ممكن يساعد أداء الركبة، يعني ما بيأثر الطلعة والنزلة. هلا هذه ما بتأثر إذا هو ما بيشكي. هلا إذا هو بيشكي شكل تاني أو إذا في عنده خشونة طبعا بيأثر. يعني دكتور اوكي نعود للاتصالات حكينا. ربحي عبد الغني من الزرقاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ربحي، تفضل دكتور معك. تفضل وسهلا دكتور مازن، كيف الحال؟ الله يعزك الله يسلمك. يا دكتور مازن انا بعاني، يا ريت تساعدنا يا دكتور مازن. تفضل. انا في صار يعني فتره بعاني من اعلى الفخذ، العظمة هذه اللي على اليسار أعلى الفخذة. فهمت عليك. فجسمه يعني قبل حوالي 7-8 سنوات كنت عادي يعني أمشي وأروح وآجي ما بدأكش كثير، وصرت لما بدأ أجلس على الأرض ما أقدرش أجلس على الأرض، يعني أحط فرشي مثلا وأقعد مثل ما بيقعد الناس ما بقدر. نعم. بعدين بالنسبة للصلاة كنت أصلي عادي يعني أسجد وأركع عادي. في الفترة الأخيرة قبل يعني حوالي 7-8 شهور بطلت أقدر أنزل على الأرض أسجد على الأرض، صرت على الكرسي أصلي. فصار لي حوالي تقريبا الآن شهر بعاني من الجهة اليسرى اللي هي في أعلى الفخذ من ألم شديد جدا جدا لا يطاق يا دكتور مازن. كم عمرك؟ عمري 69 سنة. طيب فيعني بكون جالس على الكرسي دكتور مازن وبدي أوقف فبصير ألم، بصير أصيح صياح اللي في الشارع بيسمع صوتي. راجعت أطباء؟ نعم راجعت أطباء؟ والله لحد الآن ما رجعتني صارت في أزمة الكورونا هذا، والله ما رجعنا يا دكتور. طيب ماشي خير إن شاء الله. ألف سلامة يا ربحي. أحمد زبون من جرش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام تحت مع الدكتور يا سمحت. الدكتور معك تفضل أخي. والله يا سيدي أنا دكتور عندي الركبة اليمين. الركبة اليمين. أيوة. في عندي احتكاك هيك زي الطقة بقدر أصلي لو أنا قاعد. نعم. فجاني دكتور في مستشفى يدين العسكري. نعم. فيقول لي بدك فترة يعني أعطاني رفينين ووجع راس بس. يعني أحمد أنت بتحكي إنه في عندك طقطقة بالمفصل مع ألم. نعم. في تخدير كمان. وتخد خدران. ألف سلام عليك يا أحمد. ألف سلام. دكتور نجاوب على الأسئلة بعد. بالنسبة للأخ ربحي واضح إنه هو عنده في تآكل في مفصل الورك. نعم. هلا مفصل الورك بصير زي مفصل الركبة في تآكل، بس بنسبة أقل،
وغالبا بيكون له عوامل تانية مختلفة، يعني غالبا مش العمر اللي بأثر فيه، بأثر فيه إذا في إصابات، إذا في منذ الولادة فيه كان رخاوة في المفصل، أو إذا صار في ممات في رأس عظمة الفخذ. هذا طبعا إلا نعمل صورة ونتأكد إلا بالفحص. وأحمد زبون دكتور رح نحكي عن تآكل الركبة هلا بإذن الله إن شاء الله. إذا نبدأ دكتور، بنعود لموضوع دكتور الطقطقة والركبة والطقطقة بدون ألم والطقطقة مع ألم، كيف ممكن نفسرها؟ هلا الطقطقة اللي بتكون عند الصغار ومثلا بيكون طالع درج نازل درج تسمع صوت الطقطقة عنده، هذه غالبا ما عندها مشكلة وغالبا بدون ألم، وسبب أنه الصابونة بتاخد إما على اليمين أو على اليسار، فهذه الإزاحة تبعتها بتعطي صوت. صحيح. هلا عند الكبار غالبا لا، بسبب أنه احتكاك العظم من بعضه وبصير ألم، وهذا سبب التآكل يعني، وهذا سبب مرضي. يعني هو بداية خشونة الركبة. نرجع دكتور للأسباب الحكاية كنا نحكي عنها قبل قليل. احنا حكينا عن العمر والوزن والحركات. دكتور الجلسات، في مرضى بقعد مثلا بقعد على التلفزيون مدة 10 ساعات هو جالس على التلفزيون، جلسة معينة ما بغير جلسته، هل هذا بيأثر فعليا بأسباب الخشونة؟ طبعا يعني انت بتستهلك. انت بتضغط الغضروف على بعضه، الضغط الشديد عليه بيؤدي الى استهلاكه. صحيح. فهو انت بتستهلكه زي ما حكينا احنا، البلية طرف عمله انه يتم مركز على ركبته. او البنشرجي، فهذا بيؤدي الى استهلاكه. دكتور الفترة المسموح فيها انك تقعد مثلا شوفرية التاكسي، شوفرية التريلات اللي بمشوا على طرق بعيدة دكتور، يعني بقعدوا بسوقوا بالعشرين والثلاثين ساعة، الفترة المسموح فيها المتواصلة في جلسة واحدة. احنا بنفضل يعني احنا بنفضل معدل كل ربع ساعة، انه الانسان حتى وهو جالس لو فتح رجله وسكرها 3-4 مرات عشان السائل هذا الزيت ينتشر في داخل الركبة. صحيح. لانه هذا جزء مغذي، مش بس صحيح. هو زيت بس بغذي كمان الغضروف. دكتور احنا غطينا هيك اسبابها، ولا في اسباب اخرى؟ في الاصابات طبعا ممكن من الاسباب، مرات انحراف، في ناس ان احنا يكون عنده انحراف في الساق الى الداخل، فبزيد الجهد او بزيد الوزن في منطقه اكثر من منطقه، فبيؤدي الى تاكل مبكر. تاكل مبكر. دكتور الان نحكي عن اعراض خشونه الركبه، ولكن بعد ما تلقى الاتصالات. دكتور مازن انت قامه طبيه كبيره حقيقه، فالناس كلها دكتور تسالك تتواصل معك حول موضوع العظام والمفاصل. ننتقل الى الكرك. ام مهند السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. وانتم بالصحة والسلامة. وانتم بخير، حياك الله اختي. يا اخي بدي اسالك يا دكتور عن ايدي، لما ارفع ايدي في من الام كثير صارت في من عند الكتاف في المفاصل، يعني في المفاصل الوجع بصير. ماشي. عندي سكري انا وعندي القلب. الف سلامة عليك يا محمد. الله يسلمك. قديش عمرك يا حجة؟ قديش عمرك؟ عمري 50. ماشي خير ان شاء الله. صبيه مهند، صبيه لسه. الله يسعدك الله يبارك فيك. ودي اساله كمان سؤال، عندي رجلي انكسرت قبل فتره وهسه صارت تخدر كثير، الخدار فيها بتصير كمان، وبصير في طقطقه في رجلي، ما امشي فدي في رجلي كلها في طقطقه عندي بتصير. اوكي ماشي، الف سلامه. هلا الله يسلمك. كارم محمود الزرقاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا كارم، تفضل. كيفك دكتور؟ يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. دكتور أنا عندي إيد اليمين وإيد الشمال في دقرة. ما فهمتش عليك، في إيش؟ في دقرة. إيد اليمين والشمال أصابع. ماشي عرفنا خلاص. بتبرم. ترى محمود يا كارم أنا وياك نفس الموضوع، ترى هسه لازم الدكتور يجاوبنا على هذا الموضوع. حبيبي دكتور. حياك الله يا كارم. اشكرك. دكتور ام مهند عندها مشكله برفع الايدين والخدران بعد الكسر اللي صار. هلا هي بالنسبه للكتاف واضح انه في عندها اما خشونه في مفاصل الكتف او التهاب باوتار الكتف، صعب الا نصورها ونفحصها حتى نحدد شو بدها علاج. يعني الموضوع ممكن مفصل دكتور او ما حول المفصل او حوالين المفصل. صحيح. هلا بالنسبه للخدران، الخدران بيعتمد هو كان في النهار ولا في الليل ولا مع بعض. هلا اذا كان بالنهار والليل غالبا التهاب بالاعصاب. اذا كان بيجيها بس بالاكثر بالليل برضه اعصاب. اذا بيجيها مع الحركه ممكن يكون من الديسك، في كثير اسباب يعني. دكتور كارم محمود
سألنا على الطقطقة في الأصابع اسمه التهاب الوتر الأصبع أو أصبع الزناد. نعم. هذا سبب بضل الدكتور يعلق يعني خصوصا هذا الأصبع أو هذا الأصبع. أيوة. نعم. هذا سببه إما إصابة أو إجهاد أدى إلى التهاب الوتر. فطبعا علاجه عادة بالبداية بأدوية، ما نفع بنعطيه إبرة في الوتر، ما نفع بصير بده عملية تحرير وتر. يعني الخضران هو بقول فيه خضران، الخضران موضوع مختلف، الخضران غالبا سبب ضغط في العصب الأوسط للإيد. احنا ان شاء الله دكتور احنا نخصص حلقة عن موضوع الألام والمشاكل الأطراف ان شاء الله ان شاء الله. دكتور هل في شيء وراثي بالنكني بالتسكير المفصل؟ طبعا طبعا التآكل جزء منه وراثي. نعم. احنا نشوف مثلا الناس عيلة انتم التآكل بيجيهم مبكر مثلا، عيلة بتأخر صحيح؟ نعم. ففي شيء وراثي في عامل وراثي طبعا. نحكي دكتور نرجع للأعراض. حقيقة هسا في عنا إشكالية بالتعامل مع الركبة لأنه مفصل نشط يومي. فممكن أنا اليوم يعني أشعر بألم بالمفصل ولكن يروح يغيب عني 6-7 شهور بعدين يرجع يألم للمفصل. طبيعة الألم اللي لازم إحنا نتجه بعديها ويعني نستشير طبيب المفاصل ولا لا؟ هلا طبعا إحنا متفقين إنه أي ألم إذا كان بسيط وراح خلال يوم يومين بكون سببه إجهادي. نعم. فما داعي يروح على طبيب. هلا إذا الألم ازداد عن 48 ساعة لازم، او اذا صحب مع اعراض تانية لازم اراجع طبيب يعني حتى ينعرف السبب. هلا طبعا الاعراض التانية غير الالم ممكن يكون تورم في المفصل، محدودية في حركة المفصل، او المفصل بعلق او فالت، كلهم هدول اسباب منهم سبب. دكتور يعني الالم تحكيه دكتور 48 ساعة اذا استمر لازم يراجع طبيب، ولكن في ناس بيشكوا من الم لمدة 24 ساعة بعدين بروح بعدين بعد 3-4 أيام برجع نفس الألم عندهم، بأخذوا مسكنات بعدين بروح. يعني هذا الألم هذا السيناريو يعني يجب أنه يستشير طبعا، لأنه هذا معناته في مشكلة، بس أي إجهاد بسيط خلي الأعراض تظهر. دكتور في كثير مرضى بيشكوا أنه أنا عندي الألم بصير مع البرد فقط. يعني هل هذا مربوط في خشونة الركبة؟ هلا كل الناس مع البرد اللي يشكو من الام المفاصل بدرجات مختلفه. هلا اذا غير محتمل ممكن يكون سبب خشونه وممكن سبب روماتيزم يعني يشكي. اذا بغض النظر عن السبب بده يراجع الطبيب. دكتور في ناس بيشكو بيقول لك انا اول بس ما اتحرك بصير عندي الم، بعد ما اتحرك بعد مثلا دقيقه دقيقتين خلاص الالم بروح بنتهي. هاي الأعراض إيجابية ولا سلبية مع مرض؟ لا هذه سلبية، هذه بداية خشونة. هلأ أنت عارف زي ما حكينا أنه هو بكون نايم أو قاعد وبكون الزيت راكد، هلأ بس حرك حركتين ثلاثة الزيت بنتشر. نعم. فزي بزيت المنطقة في الخشونة البسيطة فبضيع الأعراض. بالمراحل المتطورة دكتور الألم بصير على وانت بدون جهد يعني بدون جهد ممكن هو جالس طبعا بزيد مع الجهد بس بيكون في كل الأوقات. اوكي دكتور رح ننتقل على الأعراض الثانية ولكن بعد ما نتلقى هاي الاتصالات. خالد ياسين من الزرقاء السلام عليكم. وعليكم السلام يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب تفضل. شكرا على البرنامج الطيب. حياك الله. بحكي مع الدكتور. دكتور انا عندي بصحى الصبحيات مش دائما يعني فترات كل شهر شهرين بس الصبحيات بلاقي ركبي ألموني بقعد ألم أسبوع 10 أيام بعدين بروح بعد فترة زمنية معينة برضو بشعر بنفس هذا الشيء. كم عمرك؟ عمري 57. طيب شو بتشتغل ولا ما بتشتغل؟ والله بشتغل في التعهدات كنت أنا. نعم. يعني في ما يعني بتبذل المجهود يا خليل؟ لا الآن من سنتين وجاي ما في مجهود يعني. ما في مجهود. ما في مجهود. بس كنت تبذل مجهود. اي نعم. نعم. طيب ماشي. الف سلام عليك يا خليل. الف سلام عليك. من جرش جميل المفلح. السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمه الله. مين معي؟ اي يا امراد يا جميل المفلح. حياها الله يا حج. السلام عليكم. وعليكم السلام حجه جميله تفضلي. زيد فضلك يا اخي انا عندي الم شديد شديد. الالم مو اعتكاك. بالركبة عندي من الركبة وبالشذر تحت ومن الركبة وفوق شذر يعني بصعوبة بروح روحي تطلع لمني ودي أدي أكسر رجلي أصلي. ألف سلام عليك يا حسن. سلام تكحي. الله يسلمك.
يعني هو فقط الألم عندها ألم شديد. واضح إنه اثنين نفس المشكلة يعني قريبين من بعض. يعني خليل وجميل نحكي مع يعني نفس الجواب حكون لهم اثنين. لو إحنا بنحكي ممكن تابعونا عشان راح يكون إن شاء الله جوابكم على الأسئلة طرحتوها الدكتور من خلال حديثنا عن مرض خشونة الركبة بإذن الله. دكتور إحنا العرض الأول حكينا هو الألم، والألم يتصاعد دكتور مع شدة التآكل، ولكن ممكن يكون عندنا تآكل شديد بدون ألم دكتور؟ صحيح ممكن، ممكن إذا ببذل جهد كتير ووزنه بسيط ممكن، وما بيعمل حركات شديدة على الركبة ممكن ما يشكي. العرض الثاني دكتور التورم. وطبعا التورم العرض الثاني طبعا هو التورم ناتج عن إجهاد المفصل، لما يجهد المفصل بيؤدي إلى الجسم الركبة تفرز سائل هو الزيت، فبتفرزه بكميات كتيرة كبيرة عشان تخفف العوامل اللي أدت إلى التورم. دكتور هذا التورم ممكن يشترك مع أمراض أخرى مثل الالتهابات البكتيرية والالتهابات الغير بكتيرية، كيف ممكن إحنا نفرق بأنه هذا التورم نتيجة لخشونة الركبة أو لأسباب أخرى؟ هو إذا ما صار معه حرارة أو صار احمرار في المفصل فغالبا بسبب الخشونة. يعني احنا في عندنا حراره بالجسم ولا حراره بالمكان؟ لا حرارة بالمكان اهم شيء بالركبه. وممكن حراره بالجسم بس اهم شيء بالمكان. المرضى المعرضين للالتهابات الجرثوميه الدكتور بالمفاصل هاي يعني ممكن بالكبار العمر يكون معرضين اكثر؟ طبعا لا الاطفال هم المعرضين اكثر، الكبار طبعا اللي عندهم مناعه ضعيفه عندهم قابليه يصير عندهم التهاب بالمفاصل. دكتور هذا الانتفاخ بالمفصل هو دائما موجود ولا؟ لا مش دائما. مش دائم؟ لا مش دائم. هو اللي هو الاكثر شيء موجود هو الالم. غير هيك دكتور شو موجود؟ لا مرات المرضى بيشكوا من تصلب بالمفصل. بقوم الصبحيات بكون عندهم متصلب المفصل هو السبب انه الخشونه، وسبب الزيت كمان فعاليته بتكون اقل. طبعا هو بس تحرك شويه بتخف هذه الاعراض، بتخف الالم وبتخف التصلب. يعني دكتور بعض اوقات الالم حتى مع الحركه بيستمر، يعني في مرضى مع الحركه بتحسن الالم عندهم، ولكن في مرضى بصراحه بيزيد مع الالم. هل هذا مربوط في تطور المرض عند المريض؟ صحيح مربوط في درجه الخشونه. كل ما زادت الخشونه كل ما كانت مع الحركه تزيد الالم. ممكن يصل المريض لمرحله انه ما يستطيع المشي؟ طبعا هاي بهاي الحاله راح يكون علاجه متطور جدا. طبعا دكتور العدم استقرار الركبه هل هو مربوط بخشونه الركبه؟ مرات طبيعي، هلا انت نتيجه الخشونه طبعا احنا الخشونه ما بصير بكل الركبه، بصير بجهه اكثر من جهه. وغالبيه الناس بصير في المنطقه الداخليه اكثر من المنطقه الخارجيه. هلا كل ما داب اكثر بتميل الركبه اكثر. فلما تميل اكثر بصير جهد اكثر على الرابط المنطقه المعاكسه، فبتصير الركبه زي تخرج من محلها وترجع، فممكن توقع المريض يعني وهو ماشي يحس زي اجره بدها تخونه ويقع. هو شعور ولكن ممكن تخونه فعليا يعني؟ طبعا ممكن توقعه. ممكن. يعني احنا بنحكي دكتور عن مرض بياثر حقيقه على حياه الانسان. صح. يعني اما مرض مش بسيط. لا طبيعي الناس بيقول يعني انه نسبته عاليه، نحكي 10% يعني مش بسيط. مش قليله. صحيح. طب دكتور رح نحكي الدكتور الان عن كيفيه التشخيص، ولكن بعد ما نتلقى هاي الاتصالات عن اذنك دكتور. تفضل. محمد مرزوق من عمان، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا دكتور؟ الله يسلمك. حياك الله. دكتور لازم معك، تفضل. شمال. تفضل تفضل. ركبت شمال يا دكتور. نعم. توجعني يا دكتور. ماشي. طب قديش عمرك؟ عمري 61 دكتور. طيب شو بتشتغل هلا؟ بتشتغلش اكيد. لا والله سيدي متقاعد وتعرضت لها دكتور لجلطة. الف سلام عليك. الله يسلمك. طبعا لا قاعد هسه دكتور. طيب خير ان شاء الله. ماشي. طبعاً هو أعراضه أعراض تآكل. لكن إنه لما يصير عندهم جلطة في طرف العضلات تضعف، فصير العبء على المفصل أكثر. فبتصير الأعراض أكثر. يعني هو لازم مبدئياً يروح يسوي صورة أشعة حتى نشوف في الموضوع. طبعاً هو راجع طبيب. ننتقل للزرقاء، ليلى الحوامدة. ألو سلام يا ليلى. ألو. ألو ألو. تفضلي يا ليلى. أما يا خالتي. فش وجع في جري بس بمشيش اللي بيجي 7 سنين. ليش يعني بتمشي؟ يعني شو سبب عدم المشي يا حجة؟ نعم. ليه ما بتمشي يا حجة؟
والله بكيت، رحت على دكتور وأعطاني كورتيزون، وبعدين قالوا لي صرت أنصع على الكورتيزون ورفعته. يعني ما عندك مشاكل بالمفصل؟ لا بالركبة؟ إجري هي لا في الركب، لا ظهري بوجعني إياه الركب، لا ظهري معاي زي ديسك إشي هي. السلام عليك يا حاج، ان شاء الله الان الدكتور راح يجاوبك. دكتور محمد مرزوق حكينا انه الم بالركبه يعني لازم نسوي الاجراءات المبدئيه حتى. طيب نعم. انت ليلى دكتور ليلى عدم المشي، هي واضح انه عندها ضيق في قناه العصبيه للظهر، ومع زياده الوزن طبعا بتزيد الاعراض، فطبعا لازم تراجع وتشوف يعني ممكن يبدا العلاج بعلاج بسيط وممكن تضطر لعمليه توسيع القناه. ممكن تمشي بعد هيك؟ طبعا يعني ممكن تمشي ما مش لا نعم. دكتور حكينا عن الاعراض لخشونه الركبه، حكينا عن الاسباب، الان التشخيص يعني كيف نشخص هذا المريض؟ طبعا التشخيص الاولاني يعني طبعا المريض بروح عند الطبيب بياخذ التاريخ المرضي منه وممكن وبفحصه، وغالبا التاريخ المرضي والفحص يبين عنده الوضع، وغالبا يطلب صوره بسيطه، صوره اشعه عاديه، بصورة الأشعة ببين عنا إنه في المكان اللي طبعا هو الركبة بتكون متوازية والفراغ اللي هو الغضروفي بيكون متوازي، هلا بيكون في منطقة أضيق من منطقة، هذا بفسر وبتعتمد على درجة الخشونة. هلا مرات المريض ما الخشونة بيكون عنده أعراض تانية يعني مصطحبة مع تمزق غضروف أو تمزق رابط، هدول نادرا نطلب لهم صورة رنين يعني حتى نشوف، لأنه ما ببين الغضاريف والأربطة ما بتبين بالصورة العادية. دكتور يعني المرحلة الأولى البسيطة كل الفحوصات بتبينها الصورة العادية ولا ممكن تعطيك طبيعي فقط ما في شيء؟ يعني إذا كان إذا الصورة بسيطة جدا نعم. جدا، أما غالبا تبين معنا غالبا نعم. بعدها ممكن ننتقل لصورة الرنين إذا في مصطحبة مع أعراض أخرى، أو إنه المريض يعني كانت الصورة طبيعية وتم يشكي ومع مع بعض العلاجات البسيطة ما استجاب، نضطر نشوف شو السبب الآخر. المنظار دكتور استخدموه في التشخيص ولا علاج؟ هلا بالمنظار عالميا منع تشخيصيا، منع تشخيصيا إلا علاجيا. طبعا احنا علاجيا بالتآكل، إذا كان في عظمة فالتة في الركبة ونسميه جسم مايع أو سايب في الركبة، نضطر ندخل لأنه بيعلق الركبة، ندخل منشيله بالمنظار، أو إذا في كان مصطحب مع التآكل تمزق بالغضروف نضطر إما نرممه أو نستأصله. إذا هو التشخيص شيء بسيط، هو فقط يعني شيء إجراءات غير تداخلية يعني أيوة. إحنا فقط بنصور سواء رنين مغناطيسي أو صورة عادية صحيح. ولكن معظم مرضانا ممكن عن طريق صحيح. الصورة بصورة الأشعة العادية نقيم وضع المريض صحيح. دكتور راح نتحدث الآن عن العلاجات يعني، ولكن نتحدث عن العلاج بعد تلقي هاي الاتصالات. طيب زكي عارف من إربد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا زكي. الله يسلمك. دكتور أنا عندي ديسك بفقرات بالظهر من الأسفل. نعم. الثانية على الثالثة، الثالثة الأولى على الثانية، على الثالثة على الرابعة، على الخامسة على يعني كل العمود الفقري عندك هيك. نعم. كل العمود الفقري عندك في انزلاقات. فاهم والله. يعني حسب الوصف توصفه يا اخي زكي. كليات كبسي واحدة على النقاع الشوكي. ولا ايش مسامحك من العمود الفقري مثلا كنت ما في مشكلة؟ نعم. يعني ما في كل عمودك الفقري؟ كلياته. بعدين عرفت عليك عندي. يعني ممكن تجي لاتجاه اخر يعني. كمان الكبسات نعم. كلياتهم. كم عمرك؟ نعم. كم عمرك يا زكي؟ عمري 84. الله يعطيك الصحة والعافية يا حج. الله بعدين عندي الإبهام الأيسر بعض المرات أو كل شيء فترة بصير ما فيش حركة يعني بصير الحركة متواصلة يعني ما فيش فاصل يعني مثل ما تقول أوتوماتيك يعني. بعلق إصبعك يا حج. نعم. بعلق الإصبع. الإصبع بظل ما فيش بظل شغال يعني ما فيش. فاصل بين المفصل والأفر ولا تودي. فهمنا عليك فهمنا. أول شيء حج بداية والله احنا فكرنا بحكي مع الشباب بداية. والله أنا. أول شيء الله يعطيك الصحة والعافية يا حجي. الله يسلمك. ويوم حكيت كل الديسك احنا فكرنا بأمراض أخرى ممكن تصير بالشباب.
فمبدئيا تحدي الله يعطيك الصحه والعافيه ويبارك لك في عمرك ان شاء الله وبجسمك وصحتك. امين. دكتورنا راح نجاوب الحد زكي ولكن نتلقى اتصال ثاني. ام سليمان من جرس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيفك يمه؟ حياك الله حدي، تفضلي. الله يسعدك. الله يحفظك يا رب. بعاني من ايدي ومن رجلي ومن ظهري وبضل الاصابع عندي بتوقف. لما رحت على الدكتور سووا لي فحص، دكتور فحص بحكي لي معاكي التهاب بالمفاصل من 40 سالت 80. قال ايه لا بقدر احرك ايدي، اصابع ايدي زي المجورين، رجلي من عند الركب مجورين الجوار، ما بقدر احرك، الحركه عندي كثير ضعيفه، كتافي ظهري انا عندي ديسك من الاول، عندي ديسك برقبتي وديسك بظهري، بس حاليا التهاب المفاصل صار معي. سلامتك. سلام. سلامتك يا حجي، سلامتك. اعطوني ابرتين ابرتين كل يوم عشان انه يعني عشان اخف الالم. ابرتين حجي بالعضل؟ ايه ابر بالعضل بتاخذيهم؟ بالعضل. اوكي يعني مسكنه. بدي اشوف بخف مع العلاج يعني هذا تبع المضاد الحيوي بخف عندي الالتهابات ولا لا يا دكتور؟ الف سلامة ان شاء الله. دكتور في خلط حقيقة بين الالتهابات الجرثومية وفي الالتهابات الغير جرثومية. مستخدم استخدام المضاد الحيوي في كل شيء، هذا خطأ طبعا. طبعا مش منطق، لانه هو احنا المصطلح في الانجليزي انفلاميشن غير انفكشن. احنا التنين عندنا قسمهم التهاب. التهاب صحيح. فواحد التهاب بكتيري، واحد التهاب كيمائي. فالتهاب الكيميائي ما بنفعه تاخذ مضاد حيوي. نهائيا ما بنفعه. هي الحجه واضح انه عندها يعني علامات روماتيزميه. فلازم يعني تنفحص روماتيزميا ان شاء الله وتحدد العلاج. ام سليمان ان شاء الله كوني معنا يوم الاربعاء، راح يكون معنا ذو اختصاصي امراض الروماتيزم ان شاء الله، وراح نتحدث عن هاي الاعراض كلها وعن امراض الروماتيزم بشكل عام. الحج زكي. الحج زكي طبعا الله يطول بعمره. امين. هلا واضح انه عنده هو ضيق في القناه العصبيه. وهذه ناتجه من العمر، لانه جنب الفقرات مع العمر بصير تكلس، فهذا التكلس بضيق القناه، فبصير عندهم زي بفكروه ديسك مش ديسك وضيق في القناه، فهذه بعمره بده بعض الادويه وديره البال، ما بدوش يعني مش راح يحتاج لعمليه. الف سلامه ان شاء الله. دكتور نعود معنا فقط باقي دكتور 10 دقائق لنهايه البرنامج نحكي بالتوسع عن العلاجات. هلا احنا تآكل المفاصل بالبداية بنبدأ بأبسط أنواع العلاجات وهي الإرشادات. ممتاز. الإرشادات إنه احنا نطلب من المرضى إذا في وجع إنه يحاول يتجنب الحركات الصعبة. يعني زي إنه ما يستخدم حمام عربي، يستخدم حمام فرنجي. صحيح. ما يتربع عشان ما يستهلك المفصل، وإذا في السجود بتعبه إنه يحاول يصلي على كرسي. صحيح. دول الشغلات الرئيسية. إذا وزنه زايد ضروري خفف وزنه. إذا في آلام غير محتملة يمسك أعصاب إيده بتساعد على تخفيف الوزن. هدول الإرشادات مهمة. هلا أنا ثانيا دكتور في ناس بيرفضوا الأعصاب بيقول لك أنت هيك كبرتني. يعني بسموها للتشخيص، في ناس بسموها أعصاب تشخيص. بس فعليا هي بتخفف الوزن على المفاصل. يعني صحيح. أمر مهم لهم. هلا احنا كمان نطلب من المرضى انه يعملوا تمارين لتقويه العضلات اللي حوالين الركبه، لانه بتاخذ جزء من العبء عن الركبه. هذه الارشادات. هلا اذا الانسان ما استجاب نبدا احنا بالادويه المسكنه، ابسط شيء نبدا بالبنادول. احنا دكتور خلينا نرجع بدايه للوقايه وتغيير نمط الحياه. يعني نحكي حكينا بدايه تخفيف الوزن، هذا لازم. يعني معظم مرضانا في خشونه العض عندهم زياده الوزن. صحيح. وزياده واضحه كمان. صحيح. الرياضة، شو الرياضة اللي بتنصحها لمرضى الخشونة؟ هلا أول شيء بده يعمل التمارين لتقوية العضلات. نعم. المشي ما عندنا مشكلة، بس بالذات المشي اللي في أماكن ثابتة، يعني مش على جهاز تردمل. جهاز تردمل ممنوع، لأنه بزيد الجهد وبزيد العبء. من عيد دكتور جهاز تردمل ممنوع على مرضى الخشونة. هلا إذا في بسكليتات ثابتة، في بسكليتات ثابتة. نعم. ممكن، بس مش بقوة، يعني ما يحطها على درجات قوية، يعني القدر أبسط درجة. ما عندنا مشكلة. أوكي. السباحة كمان ما عندنا. أيوة. مشكلة. السباحة ممتازة. ما في مشكلة السباحة. دكتور بروح على النوادي للرياضة والبادي بيلدينج وهالأمور، هل هناك
هل هذا بيأثر على دكتور؟ مستقبلا بيأثر. مستقبلا حمل الأوزان الثقيلة. مستقبلا طبعا بيأثر، لأنه هذا الإنسان ما رح يستمر طول حياته على البادي بيلدين. بعد فترة بده يتركها. مجرد ما يتركها رح تضعف العضلات، ضعف العضلات رح يعمل جهد على المفاصل، فرح بالوزن الزيادة الممكن عندنا. دكتور حكينا المرحلة الأولى وهي المرحلة البسيطة إلى البسيطة في العلاج، هي الوقاية وتغيير نمط الحياة. ننتقل للمرحلة الثانية. هلا المرحلة الثانية هي الأدوية مع الإرشادات، يعني احنا ما نستغنى عن الإرشادات ونعطي معها الأدوية. الأدوية زي ما حكيت تبدأ بالمسكنات البسيطة زي بنادول، وبنادول إن كان إكسترا ولا بنادول جوي. إذا في تهيج بالمفصل نعطي أدوية المخفضة للتهيجات المفصلية. إذا ما شفنا استفادة ممكن نستخدم بعض الدهونات اللي هي برضو هي مواد بتخفف التهيجات المفصل. دكتور منعود للمسكنات. ما بتحس انه هاي الاخذ المسكنات بشكل منتظم بيأثر على تطور المرض عند المرضى؟ لا، هو تطور مرض ما بيأثر، بس بيأثر عنه على جسمه، ممكن يأثر على القلب، ممكن يأثر على الكلى، ممكن يأثر على المعدة. طبعا ممكن، احنا ما بنفضل التاخد الا تحت الشدة. المقصود دكتور بالسؤال انه هو اركن انه باخذ المسكن بروح الالم، هو الشيء اللي بخلي المريض يروح الطبيب هو الألم حقيقة. هو فقط فقط مفعوله انه يخفف الألم بس. ولكن هو بيركن دكتور انه اخذ هذا المسكن وبنسى تطور المرض الحقيقي. هذا غلط. فممكن بعد فترة طويلة من اخذ المسكنات يجينا المريض في مرحلة متقدمة. صحيح. مرحلة متقدمة. صحيح. من خشونة الرفع. اذا دكتور هناك فعليا في امكانية لوقف تطور هذا المرض عن طريق بعض العلاجات، عن طريق الارشادات. هلا احنا في خطوه ثالثه من الادويه. نعم. اللي احنا هي يقال انه هي بتساعد على تحسين الغضروف. في دراسات بتايد وفي دراسات بتايدش. نعم. هي زي الكولوجين. نعم. يعني وفي زي الكوندرتين والجلوكوزامين. كل هذه المكونات هي اصلا موجوده بغضروف الركبه. احنا بنعطيها بجرعات كبيره اساس انه الجسم اذا ما انتجها نعطيها مضاف الى بتأخر في تسارع تآكل الركبة. يعني دكتور الكولاجين بيلعب دور مهم في بناء. صحيح. بناء بناء الركبة والغضاريف. فإحنا بننصح معظم، يعني متى بنعطي المريض هذا الدواء؟ إحنا وجدنا بالخبرة إنه كل الناس اللي معهم تآكل إذا أخذوا الكولاجين لفترات أشهر النتائج عندهم ممتازة. ممتازة. الأعراض بتخف كتير. وتسارع المرض بخف كتير. الجلوكوزامين دكتور؟ الجلوكوزامين الكفاءة تبعته أقل صراحة. فأنت الآن كأطباء عظام نحكي السلاح الأول بالدفاع على المفصل هو الكولاجين. نعم الكولاجين. دكتور الكولاجين من إيش موجود في الحياة الطبيعية؟ ضروري نأخذ حبوب؟ ممكن نأخذه بالطعام العادي ولا؟ لا، ما هي مشكلة امتصاصه صعب الكولاجين، وحتى بالحبوب احنا بنعطي مرات معه كمية كاسة مية كبيرة لأنه امتصاصه قليل. هلا احنا بناخده بالأكل بس امتصاصه صعب وقليل بنستفيد منه. دكتور طبعا احنا كفلاحين رجلين في ناس كتير تتوجه لتوكل رجلين الجاج. لا ما بفيد. طب الدكتور الرجلين الغنم والكرشات نفس الشيء ما بفيد. هم عندهم قاعدة انه اذا كلت الرجلين راح يقوى رجلين. لا مش صحيح هذا، بس مقولة من عندهم. ولكن ما لها. لا ما لها. طب دكتور ننتقل للعلاج الاخر، حقن الابر. هلا الابر في انواع مختلفه. صحيح. في الابر الزيتيه اللي هي هيرونيك اسيد، في الابر البلازما اللي بتتاخذ من الدم بنفس البلازما منها وبتنعاد تنعطى في الركبه، وفي عندنا الابر الكورتيزون. احنا عاده كلها مفعوله بس بتقلل الالم ما بتاخر المرض. نتفق. هلا احنا اذا كان الانسان عنده تاكل وما استجاب على كل الخطوات السابقه وكان من الدرجة الأولى والثانية، ممكن نعطي إبرة الزيتية أو إبرة البلازما. الإبرة الكورتيزون ما بنعطيها إلا إذا كان في تهيج شديد بالركبة، يعني في سائل كتير، أو إذا كان في تآكل على الأخير والمريض بيستنى بده يعمل عملية بس بده يرتب. دكتور هي ظاهرة حقيقة، حتى عند الأطباء العامين بتروح عليه بقول لك تعال بضربك إبرة. لا ما بس لأنه بتستهلك الغضروف أكثر. بتأكل. ما إحنا ما بنفضل يعني. إلا لما
إذا كان مريض عنده انتهت الركبة نهائيا. بس حقيقة هذا الأسلوب العلاجي استمر سنوات كثيرة قديمة دكتور. يعني ما مش صحيح ما هو. أنا مش صحيح الآن أثبت عدم صحته. صحيح. وتأثيره السلبي على المفصل. سلبي صحيح. يعني أنتم ما بتعطوا الإبرة إلا قبل العمليات تجهيز المريض. إذا انتهى المفصل. ما ظل أمل من المفصل. ما تم أمل بالمفصل. ما ظل أمل بالعلاجات الإبرة كلها. كلها أصلاً المريض بده مفصل اصطناعي. وهو عم برتب بس أموره يعني مثلا نرتب أموره ماليا نرتب عمين ما يجي دوره بس عشان نسكن الألم عنده فقط فقط علاجي دور علاجي غير موجود الكورتيزون وهو ممارسة خاطئة بمرشها بعض الأطباء العامين وحتى أطباء الاختصاص للأسف صحيح دكتور ممكن نحكي عن إبرة الهارونيك أسيد الهارونيك أسيد هي ما هي ما هي سبحان الله هي من عرف الديك وجدوها وهي الهارونيك أسيد موجود أصلا بالمفصل فهم بس بيطوا هذه الإبرة بصنعوها بنعطيها في الركبة بتقل بتزيت الركبة أكثر فبتخفف من الألم بس فقط فقط استخدام الخلايا الجذعية في علاج خشونة هلا الخلايا الجذعية يعني عالميا صاروا كتير يتكلموا فيها وفي كتير بحوثات إحنا بالعظام حتى الآن لم يثبت إنه لها فائدة دكتور مو بحكي الخلايا الجذعيه في اي مكان بتحطها تنمو نفس المكان ماشي. اللي الموجوده فيه ماشي هي لحتى الان هو الان بلش استخداماتها في العالم دكتور بلشت بس بالمفصل ما اثبتت لسبب انه مش عارفين احنا قديش العدد الخلايا اللي بدنا اياها كيف بدها تشتغل ما لحتى الان ما في نتائج ما في نتائج دكتور نحكي عن العلاج الاخير والجراحة هو العلاج الاخير ولكن بعد ما تلقى ولا ما في معنا وقت نتلقى اتصال واحد ماشي ام احمد مفرق السلام عليكم السلام عليكم اتفضل ام احمد سؤالك بسرعه للدكتور انه ما ضل معنا وقت انا عندي مشكله اللي هي خلف صابونه الركبه في شيء اسمه كيس الخداج والاطباء بيحكوا لا تبلش فيه ومش عارف شو اسوي هلا الان اصبح يضغط على الركبه نفسها قديش عمرك عمري 50 طيب ماشي الف سلامه اهلا بك ابراهيم عبد الله من عمان السلام عليكم مرحبا يا سيدي حياك الله تفضل ابراهيم بسرعه سؤالك حاضر يا سيدي عملت صورة بانوراما طلع في راسي في الآخر كانوا جلطة فإيدي الشمال ورجلي الشمال ما بتحركوا كويس نعم فبعرفش أحركهم كويس طب إيش العلاج في هذه الحالة السلام عليك كتب لي الدكتور أعمل تمارين رياضية صحيح علما اني عملت كل الصور حوالي 6 صور بانوراما واشعة وابصر ايش المهم عملت صور كلها وبس كتب لي تمارين رياضية ممتاز ان شاء الله حسن دكتور راح يجاوبك دكتور ام احمد حكت عن كيس الخباز هلا كيس الخبازين هو سبب من اسباب التآكل هلا انت نتيجة التآكل بزيد افراز سائل الزيت سائل الزيتي هلا الجسم ما بتحمل انه يكون فروح بعمل له زي مخزن المخزن أضعف منطقة المنطقة الخلفية فهذا بروح بحط الزيت هناك بده منه بياخده عنده زيادة بوديه هناك إحنا ما بنفضل إنه ينشل طبيا نخليه دكتور إبراهيم زي ما حكى الدكتور علاج طبيعي نرجع دكتور العمليات بسرعة إحنا شو اللي بنسوي لما يستوي المفصل الأخير وما ينفع ولا نوع علاج نضطر إنه نعمل مفصل اصطناعي إحنا المفصل الاصطناعي بنشيل قشرة من الركبة من عظمة الفخذ ونزرع هذا الجزء الفوقاني نعم ماشي ونفس الشيء نشيل قشرة بسيطة ونزرع الجزء التحتاني وبينهم هذا الأبيض هو عبارة عن الغضروف الهلالي يعني احنا فعليا بنقيم جزء من المفصل شيء بسيط يعني حوالي نص سنتي من فوق ونص سنتي من تحت عشان لأنه هذه المساحة بدها تقعد محلها يعني دكتور كثير في عمليات يعني المفاصل عالميا يعني يمكن مئات الألوف تنعمل يوميا يعني. غير نسبة أنها كثير عملية هاي ولكن حتى العملية في عندها أنواع من العملية مش كلها صحيح. يعني شو الأنواع هاي العمليات ممكن نجريها هلا بيعتمد هلا في إحنا إذا كان في انحراف في الساق لازم أول إشي نعدل الساق وممكن تعديل الساق يكفي وما يحتاج الإنسان لعملية مفصل هلا مرات إحنا مضطر إنه نعدل المفصل ونحط نعدل الساق ونحط مفصل دكتور عمل افتراضي العمر الافتراضي لهذا المفصل يعني بعتمد اولا على وزن المريض وعلى الجهد اللي بيبذله يعني معدل حوالي 15 ل 20 سنه ممكن نغيره دكتور ممكن العنايه بهذا المفصل ما بعد العمليه
إيه الإنسان يدير باله يعني زي كأنه ما قبل التآكل يعني ما يذوقوش ما يذوقوش. دكتور مازن كردية، القامة الطبية العالية في جراحة العظام والمفاصل، الله يسلمك. أنا تشرفت أنه أنت كنت ضيفي في خلال هذه الحلقة، الله يسلمك. وحاولنا الإجابة على الكثير من الأسئلة، ولكن للأسف الوقت لا يسعف أنه نجاوب الجميع. أكيد صحيح. أشكرك دكتور، الله يسلمك، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، الله يسلمك، في حلقات جديدة من الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، نذكركم بحلقتنا ليوم غد إن شاء الله. ضيفة حلقتنا غدا الدكتورة ريما أبو خلف، اختصاصية أمراض النسائية والتوليد والعقم، للحديث عن أمراض النسائية، أمراض الحمل وما يترافق مع الحمل من مضاعفات، وخصوصا مرضى سكر الحمل وضغط الحمل. كونوا معنا غدا بإذن الله الساعة 3:00 عصرا على شاشة الحقيقة الدولية. أنا محدثكم نزار الشيخ، نترككم في أمان الله.